الحمد لله الذي قد وهب عباده المقربين الأدب، ثم الصلاة بالسلام تلتقي على نبينا عظيم الخلق، وبعدها كأحسن الأخلاق يرقى بها صاحبها المراقي. فأولا راعي مع الله الأدب بترك الإثم وبفعل ما وجب، وحسن ظن وتوكل رجا، حب وتوحيد ومن خاف نجا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، وصلى اللهم وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارة أدباني السلام، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. waxaan ku soo jiray kelimadeen ku saabsanay akhlaaqda wanaagsan iyo dabciga wanaagsan. waa darsigeena insha Allah ta'ala shanaad. marka insha Allah ta'ala waxaan dul maraynaa qodobo ilaa 8 qodoba oo akhlaaqda wanaagsan ruuxu ku helo oo ku gaaro arimo aad u qiimo badan oo cajiib ah ayaan insha Allah ta'ala oo nabigu sheegay iyo nusoosto ayaan sheegaynaa insha Allah ta'ala. الأخلاق الحسنة دبيعة ونكسن من أسباب دخول الجنة، جنة وحيالها لغوغالو أي كمتاه. رسولك عليه الصلاة والسلام حولي أنا زعيم حانو بلنقادة هيا ببيت في الجنة في ربض الجنة، قولي جنة دولات كذا يانو بلنقادة هيا لمن ترك المراء روحي كتغا دودا، وإن كان محقا هبو حق لهذا هدو لهذا. وببيت في وسط الجنة، جنة برتن كذا جوري كي كويا لا نوبا لنقادة هي لمن ترك الكذبة روحي بين تكتك وكفك هذا، وإن كان مازحا هوا كفتما هي. وببيت في على الجنة، جنة جوري كوك صريا جوري جنة ماشا وصريا سكويا لا أيان نوبا لنقادة هي أبو رسوبانه صلى الله عليه وسلم، لمن حسن خلقه خلقه روحي دواعي سوناجيا. رسولك عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي وحيري وحانو بلن قادة هي الجنة دولات كذا إيا قار كذا قولي كويا لا ويعني ضرف كذا إيا كويا لا روحي كتغا وحلي لها دولة إيا قججعة إيا معقق نمدن إيا دولة قلف سن انقلقا إيا دا محيا هي فائدة دلينين هبا او هذا كي او حق له سيدا روحي كتغا دودورن دوبا هولا هذا انو كمرمي وبيبيت بقولي بانو جنة بلان او بلان قال هيا جنة برتن كيدا اما نحيا دبا روحي كتغا بينتا اي بين ورن هبا كفتما هيا وحاك الله النبي عليه الصلاة والسلام يري وحانو بلان قال هيا جنة قولي ماشا وشسر هيسا كويا لا روحي دبي عديسي اخلاق ديسي نقن كيسا وناجي قلبك كوبد وكا حديثك الله بعد قلبك تصي وحكم إذا رسولك عليه الصلاة والسلام وحال ويدي عن أكثر ما يدخل الناس الجنة جنة وحق بضن عدتك الجلية. قال رسولك صلى الله عليه وسلم وحوري تقوى الله وحسن الخلق دبي عون أكسن يا دبي عون أكسن إيوه تقوى الله إلهي عبسدي يا دبي عون أكسن ما أقوم بضن عدتك الجنة الجلية. وسئل وحال ويديه صوبناها صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار دتك واحد النار تأوبضني قليا أي النبي قال ويديه فقال النبي وحوري الفم وأفك إيه والفرج حبن كترنكا هذا هو كلمة هو وحين نري الفم مركن كهل لين عرب كين نري لكن وحاك جود وين عرب كأفك معايا لعرب كوحي لو هذا لو كين هي لكن فم جو حاران إيه هذا لو عرو isagana uu keenaya marka xadiisku wuxuu ku cad yahay famiga iyo afku ku cad yahay iyo xubanka taranka. marka rasuulku (alayhi salaatu wasalaam) wuxuu yiri dadka ugu badan jannada gala waxay ku galaan ilaahay cabsidiisa oo ay ilaahay ka cabsanaa oo amirtiisa raacaan waxay uu ka nahiyay inay ka fogaadaan iyo ayay jannada ku galaan waxaa kale ugu badan ay ku galaan dabeeca wanaagsan. rasuulku (alayhi salaatu wasalaam) bi abi wa ummi
waxa kale la weydiiyay waxa ugu badan ee dadka naarta galiya wuxuu dhana nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam al fam afka iyo al farju xubinka taranka al akhlaaqul hasana dabeecada wanaagsan waa qodobka labaad ee sababun fi mahabbati llahi li abdihi adoonka ilaahay inuu jeclaado ayay sabab u noqotaa oo ilaahay uu adoonkiisa jeclaado rasuulku kaleeyhi salaatu wasalaam dabeecada wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan ayuu ku dhaqmi jiray quraankana nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam waxaa lagu sheegay inuu khuluq wanaagsan oo dabeecad wanaagsan ku sugan yahay wuxuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala leeyahay marka akhlaaqda wanaagsan waxaa kamid ah as-sabru sabirka iyo wal ihsaanu ihsaanka iyo sabfalka iyo wal cadu cadaalada iyo qeyr daalka iyo dabeecad wanaagsan kamid ah Ilaahayna quraanka wuxuu ku yiri wa anfiqu sabfaqaya fi sabilillah jidki Ilaahay wax ku bixiyo walaa tulquha ka cabsa walaa tulquha tuurina biidiikum gacmihiina ku tuurina oo isku tuurina oo halaag isu keenay ila tahlukati halaag wa ahsiru sama sabaya illa allah ilaahi yuhibbul muhsinina wuxuu jecel yahay kuwa muhsininta waxa kale ilaahay yiri wallahu ilaahi yuhibbus sabirina sabirinta ayuu jecel yahay waxa kale ilaahay subhanahu wa ta'ala yiri illa allah yuhibbul muqsidina dadka cadaalada ka shaqeeya cadaalada iyo saafka iyo garsoor ku dadaala ayuu ilaahay jecel yahay wuxuu rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam yiri ahabu ibadillah adoomaha ilaahay wuxuu ilaahay ugu jecel yahay ila allah ilaahay xaqiisa waxaa loogu jecel badan yahay axsaruhum khuluqa kooda u dabaaca wanaagsan ayaa adoomaha ilaahay ruuxu dadku ugu jecel yahay kamid ah al-akhlaaq qodobka saddexaad al-akhlaaqul xasan dabeecada wanaagsan min asbaabi maxabbati rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam nabiga ku jeclaanaya haddaad dabeeca wanaagsan ku dhaqnaato ood ku dhaqanto ood ku sifowdo ood ku tilmaantaato aad ku tilmaanaato rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay inna min axabikum ilay axadkiina loogu kal jecel badan yahay xaggayga waaqrabukum minii majlisan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamadana majlis ahaan iyo deris ahaan iigu dhow iyo jiiraan ahaan axaasurukum akhlaaqa kuwiina dabeecada wanaagsan wey nabigu wuxuu leeyahay salallahu calayhi wasalam dadka iigu dhow ee lagu jeclahay maalinta qiyaamada dadka aan ugu jeclahay qiyaamadana majlis ahaan iigu dhow waa kuwiina dabeecada wanaagsan waxaa kaloo rasuulku salallahu calayhi wasalam qodobka afraada makaaribu lakhlaaq adqalu shay fi miisaani yowma alqiyaama makaarimta iyo dabeecada wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan waa shayga ugu culus ee miisaanka cusleeya maalinta qiyaamada faman thaqulat mawaasiiruhu faulaika hum al-muflihuun wa ahlu jannah dadka miisaankooda iyo xasanaadkooda cuslaadaan wama khafat mawaasiiruhu faulaika alladhina khasiruu rasuulku wuxuu yiri maamin shay ma jiro fil miisaani miisaanka dhexdiisa adqala ka culus min xusli alkhuluqi dabeecada wanaagsan wax ka culus maalinta qiyaamada maba jiraba marka insha allahu tacaala qodobkaas ayaan intaan ku soo gabagabeynaynaa qodobadaas sii wadaynaa insha allahu tacaala darsiga labaad darsiga lixaad wajazaakumullahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wabara waalidayka waltutichuma tafuz wasil ayaa bunaya araxima bajjil kabiiran warxam alsagiira wasaacid aldaciifa waalfaqiira وكن شجاعا صابرا كريما وشاكرا وفطنا حليما